بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة لصلاة الليل، متى يبدأ وقتها؟ عند السيد السستاني يبدأ وقتها بعد صلاة العشاء، يعني خلصت صلاة العشاء تقدر مباشرة تصلي صلاة الليل. ما هي كيفية صلاة الليل؟ صلاة الليل عبارة عن 11 ركعة، كل ركعتين بينهما تسليم، أول 4 صلوات كل ركعتين تسلم، مثل صلاة الصبح تصليها 4 مرات، هذه أول أربع صلوات، يعني أول 8 ركعات كل ركعتين تسلم. بعد ما تخلص هال8 ركعات اللي هي 4 صلوات تصلي بعدين ركعتين الشفع ثم ركعة الوتر. إنزين، هذه الصلوات اللي قلناها يجوز أن تقرأ في كل ركعة فقط سورة الفاتحة، ما يشترط تذكر سورة قصيرة، تقدر فقط في كل ركعة تقرأ سورة الفاتحة لوحدها. إنزين، هل يشترط القنوت؟ الجواب لا، تقدر ما تقنت. إنزين، هل يمكن للمكلف أن يختصر صلاة الليل؟ نعم، يقدر يصلي فقط الشفع والوتر، بل يقدر يصلي الوتر فقط ويكتب له صلاة الليل. نعم، ثوابها راح يكون مختلف إذا صليتها بشكل كامل اللي هي 11 ركعة، أكيد ثوابها أكثر من الركعة الواحدة، ولكن حتى لا يفوت المكلف فضل صلاة الليل يقدر يقتصر فقط على الشفع والوتر أو الوتر فقط. والشفع والوتر ما يجب فيها كيفية خاصة، يعني مو لازم تقرأ سور معينة، كما قلنا تقدر تقرأ في كل ركعة فقط شنو؟ سورة الفاتحة. ويمكن أيضا أن تصلي صلاة الليل من جلوس، ما في مشكلة، تقدر وانت قاعد تصلي صلاة الليل، ولا يشترط أن تصليها من قيام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.